بشكل عام بقى الدوري السعودي السنه دي والتدعيمات اللي فيه والاسماء الكبيره اللي جت، انتوا كمان كنادي فتح بتعملوا ايه في وسط الاسماء العبقريه اللي عماله تخش في الدوري السعودي ده؟ بص، هو يعني طبعا هي اللي حاصل في الدوري السعودي هو طبعا فكر استثماري. هم عندهم هدف بقاله اكتر من سنه، مش وليد اللحظه بالمناسبه، هم شغالين عليه بقالهم اكتر من يمكن سنتين شغالين عليه. وده فكر رابطه الانديه مع وزاره الرياضه. هم عايزين يوصلوا بالليفل بتاع الكواليتي بتاع الدوري السعودي، ان يبقى زي الدوري الالماني مثلا، مش هقول لك زي الشامبيونز ليج او زي البريمير ليج او زي الحاجات دي، مش بنفس الشعبيه ولكن مثلا الدوري الالماني الفئه اللي بتتفرج على الدوري الالماني هتتفرج على الدوري السعودي، الفئه اللي بتتفرج على الدوري الايطالي تتفرج على الدوري السعودي، الدوري الفرنسي وهكذا. يعني مش من احسن ثلاث دوريات في العالم، ولكن على الاقل نبقى من احسن خمسه او نبقى رقم خمسه مثلا. فبداوا من الفتره اللي فاتت ان هم يجيبوا تدعيمات، وعلى فكره الارقام اللي حضرتك بتسمعها هي ارقام اقرب للحقيقه، ولكن هم برضو بيكسبوا. يعني هم مش جايب الرقم مش بيدفعه للاعب ومش عارف هو رايح فين، لا هو هيعرف يجيبه ازاي. الرقم اللي بيدفع لكريستيانو رونالدو والكريم بنزيما الاسماء الكبيره دي بيعرفوا يجيبوا الارقام ديت؟ طبعا بيعرفوا طبعا. ولو ما عرفش يجيب السنه دي هيعرف يجيب السنه الجايه. هو بالنسبه له فكر اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه من شويه، اللعيب بالنسبه لي مشروع بروجكت. انا بعتبر ان هو مش لعيب، اعتبر ان حضرتك بتجيب كرسي. طب انا هدفع في الكرسي ده المبلغ الفلاني، هستفيد بالكرسي ده قد ايه؟ ههلك الكرسي ده على قد ايه؟ وهكذا. فهو بالنسبه لنا مشروع. انتوا كنادي بقى، كنادي الفتح، صفقاته الموسم اللي جاي هيبقى فيها اسماء من اسماء الصف الاول اللي بنسمع عنها دي، ولا اسماء معقوله يعني؟ لا يعني اسماء معقوله. احنا يمكن عندنا فكر شويه مختلف. احنا الحمد لله بنجيب اللعيب الكويس جدا، الكواليتي الكويسه جدا، ولكن دايما بنروح للعيب اللي هو مثلا باقي سنه في عقده او فري او يعني دي ذكيه برضه في التفاوضات. بالزبط. عشان ما اروحش اشتري العقد كامل يبقى فلوس اعلى بكتير، بس ده بيتطلب مجهود اكبر طبعا. يعني احنا مثلا جبنا كتير. على سبيل المثال في يناير اللي فات جبنا نجم عالمي، بس يمكن ما حدش خد باله منه غير بعد ما جه، اللي هو كريستيان تيو. طبعا كريستيان تيو كان موجود لاعب برشلونه طبعا. وكان بيلعب في الدوري الامريكي في ام ال اس فري، جبنا فري، عقده انتهى في الدوري الامريكي. بالمناسبه احنا مخلصين معاه قبل عقده ما ينتهي بحوالي 3 شهور من سبتمبر. ممتاز. وده انضم معانا في ديسمبر وسجل بعد كده بدا الاهداف كلها، وبرده نفس الاثنين اللي كانوا بيهاجموني ان انا بشفت كارير كانوا برده بيهاجمونا ان احنا جايبين كريستيان تيو. يا جماعه ده لعيب يعني، ليه ايه اللي فكركم بيه ده؟ الحمد لله دلوقتي الناس كلها بتقول لا انتوا عملتوا حاجه جميله يعني. ممتاز. فاحنا شغالين بنفس النموذج ده. اخر سؤال، سمعت ان محمد شافي واخد سمعه عظيمه في نادي الفتح. بالنسبه لهم اسطوره يعني. اسطوره. اسطوره اخلاقيه بعيدا عن اي حاجه، وبعيدا عن الملعب، بعيدا عن فنيات. لا هو اسطوره اخلاقيه يعني. الناس بتحبه قوي. جدا جدا. سمعه اللاعب المصري هناك سمعه كويسه؟ لا. ليه بقى؟ التزام شويه. وده يمكن اللي محمد عبد الشافي غيره. انا شايف طريق عامل شغل احمد حجازي مؤخرا. مؤخرا يعني شويه كلها كانت عامله شغل، بس ما قبل يعني قبل احمد حجازي. احمد حجازي تحديدا يعني يمكن ان هو معشوق الجماهير دلوقتي، خاصه في جده فيها اكتر ناس بتحب الكوره جدا. عندهم شغف عالي جدا بالكوره. بالنسبه لهم احمد حجازي غير حاجات كتير وغير مفاهيم كتير في الكوره يعني عندهم.